الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول علاقة تكوينية كشف عنها الحديث الشريف، وهذه العلاقة هي العلاقة بين بر الآباء وبر الأبناء، الذي يبر أباه يبره أبناؤه، الذي يؤدي حقوق أبيه يؤدي أبناؤه حقوقه، والذي لا يؤدي حق أبيه لا يؤدي أبناؤه حقوقه. الحديث المروي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: بروا آباءكم. إذا واحد بر أباه، ما هو الأثر الذي يترتب على ذلك؟ بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. الذي يعف عن نساء الآخرين نساؤه أيضا يكن عفيفات. هذه العلاقة التي كشف عنها هذا الحديث الشريف يمثل أي نوع من أنواع العلاقة؟ هل هو يعبر عن معادلة غيبية، أو هو يعبر عن معادلة طبيعية؟ نحن عندنا في هذا الكون معادلات غيبية. هذه المعادلات الغيبية لا تخضع للتحليل، يعني لا يمكن لعالم من علماء الطبيعة أن يأتي في المختبر ويكتشف هذه العلاقة بين شيء معين وشيء معين آخر. هاي القضايا مو خاضعة للتحليل، هذه القضايا مو خاضعة للاختبار، هذه القضايا مو خاضعة لمعادلات علماء النفس وعلماء الاجتماع. هذه معادلات غيبية. هل هذه العلاقة تعبر عن معادلة غيبية؟ يعني الله تعالى هكذا جعل، الله تعالى هكذا قرر في إطار الغيب، الابن اللي يؤدي حقوق أبوه ابن أيضا يؤدي حقوق، والابن الذي لا يؤدي حقوق أبيه ابن أيضا لا يؤدي حقوقه. هذه معادلة غيبية لا تخضع لأدوات البحث العلمي. هذا ممكن وهذا محتمل، وما أكثر المعادلات الغيبية الموجودة في هذا الكون.
ولكن بالإضافة إلى هذا الاحتمال أكو احتمال آخر. هذا الاحتمال الثاني مو مناقض للاحتمال الأول، وإنما هو مكمل للاحتمال الأول، وهو أن هذه العلاقة علاقة طبيعية. هذه المعادلة معادلة طبيعية، يعني حتى يمكن لعالم من علماء الاجتماع اللي يعتمد على الأدوات المادية في بحثه أن يصل إلى هذه الحقيقة. كيف؟ شلون هذا يعبر عن معادلة طبيعية؟ لأنه شنو اللي يأثر في الأبناء؟ إحنا اللي عندنا أبناء، ما الذي يؤثر في أبنائنا؟ القول هو الذي يؤثر في الأبناء. إذا الأب يقول للابن لا تكذب، الكذب قبيح، وهذا الأب هو يكذب، الابن يلاحظ القول لو يلاحظ العمل. طبعا الابن يلاحظ العمل عادة. الإنسان ينبغي أن يكون مربي لأبناء بعمله قبل أن يكون مربي لأبناء بقوله، هذا شيء واضح. الابن عندما يشوف أبوه لا يعتني بأبيه، عندما الابن يشوف أبوه لا يؤدي حقوق أبيه، ويشوف يرى هذا الحفيد، يشوف شلون يتعامل أبوه ويا جده، يعني ويا أبو هذا الأب، يشوف لو ما يشوف، طبعا يشوف، حتى إذا ما يشوف، حتى إذا ما كان موجود، هذه القضايا تنقل. هذا الابن شلون كان يتعامل ويا أبوه، هذا يحفظ، هذا يكتب، هذا يتناقله الأجيال جيلا بعد جيل. يقولون فلان ابن كان خوش ابن، كان يعتني بأبوه، كان يعتني بأمه، وفلان ابن ما كان خوش ابن، ما كان يعتني بأبوه، ما كان يعتني بأمه. هاي القضايا تنقل. إذا هذا الحفيد يشوف ما يعمله أبوه، هذا الحفيد يسمع ما يعمله أبوه، هذا العمل يؤثر في نفسية هذا الطفل. بعد كم يوم من الأيام هذا الأب يسير شيئا فشيئا نحو الضعف، تلك القوة اللي كانت ذهبت، جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا يصير ضعيف، هذا اللي كان مقتدر الآن يصبح عاجز، هذا اللي كان قوي الآن يصير ضعيف، هذا اللي كان مستغني الآن يصير محتاج. مو هالشكل؟ ذاك التعامل اللي كان يتعامل ويا أبو أمه، الآن أبنائه يتعاملون وياه بنفس التعامل. هذا جزاء إلهي في هذه الحياة، بعد 30 عام، بعد 40 عام. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. هذا أيضا يعبر عن نفس المعادلة الطبيعية. واحد يتصور أنه يضم، واحد يتصور أنه يخفي الأشياء. لا يمكن إخفاء الأشياء، حتى إذا واحد عمل عمل من أعمال الشر في منتصف الليل ولم يكن هنالك شاهد، الله تعالى يوم من الأيام يظهر هذا العمل، الله يوم من الأيام يكشف هذا العمل.
الله تعالى قال لموسى ادفن ما تراه، قضية معروفة، رأى طشت من الذهب فأخذه ودفنه، ثم مشى قليلا وإذا به يسمع صوتا، التفت خلفه وإذا بالطشت قد ظهر، قال أنا امتثلت ما أمرني الله تعالى. ثم قال الله تعالى هذا مثال العمل الخير، مهما دفنت الله يظهره، وهذا مثال العمل السيء أيضا، مهما أخفاه الإنسان سوف يظهر. بروا آباءكم يبركم أبناؤكم، وعفوا عن نساء الناس تعف نساؤكم. الوالد حفظه الله كان ينقل هذه القضية عن الشيخ الكعبي رحمة الله عليه. الشيخ الكعبي إلى قضيتين، قضية نقلناها فيما مضى قبل أعوام، هذه قضية ثانية. يقول في يوم من الأيام الشيخ الكعبي رحمة الله عليه، في يوم من الأيام كنت بالبيت وإذا بي أسمع ضوضاء وجلبة كأنه أكو هنالك شجار فيما بين رجلين. يقول أنا نزلت فرأيت رجلين يتنازعان ويتشاجران وحولهما مجموعة من الناس. يقول كانوا يتنازعان، أحدهما أب والثاني هو الابن، الابن أمام الملأ أمام الأنظار دا يتنازع ويا أبوه والناس هم دا يتفرجون. يقول في هذه الأثناء اشتد النزاع وإذا بالابن يتقدم ويصفع أباه صفعة قوية، الابن يصفع أباه في الشارع أو في العقد أمام الناس. الشيخ عبد الزهر امثارت فيه الحمية، يقول هجمت على الابن لكي أؤدبه فشرد الابن راح وبقي الأب. يقول جيت للأب أخذته وسليه، قلت له أنه لا تتأثر، هذا ابنك شاب مغرور وهذا دأب الشباب المغرورين، لا تتأثر لذلك. أخذت أتكلم وياه وشوي شوي الناس انفضوا. يقول بعد ما انفض الناس وإذا بالأب أخذ يبكي، قلت له ليش تبكي لا تتأثر، هذا شاب هذا ما يفتهم هذا جاهل. قال لا أنا ما أبكي لهذه الجهة، وإنما أنا أبكي لذنب فعلته قبل 40 عام وهذا جزاء، ولا أعلم أن الله تعالى غفر لي أو لا. قلت له وما هو؟ قال قبل 40 عام في نفس هذا المكان أنا صفعت أبي، وبعد 40 عام هذه الصفعة جزاء تلك الصفعة، هسه أكلت الصفعة، ولكن لا أعلم أن الله تعالى يغفر لي أو لا يغفر لي. نعم هذا هو الجزاء الدنيوي، الصفعة جزاؤها صفعة بعد 40 عام، القاتل جزاؤه القاتل ولو بعد 40 عام، الإيذاء جزاؤه الإيذاء ولو بعد 40 عام. هذه معادلة طبيعية، بالإضافة إلى أنها معادلة غيبية، يعني كما يبدو في هذه القضية تجتمع الجهتان
هم جهة المعادلة الطبيعية وهم جهة المعادلة الغيبية. هذا هو الأثر الثالث. الأثر الأول حسن العاقبة، والأثر الثاني تكفير الذنوب، والأثر الثالث بر الأبناء. الأثر الرابع، هذا الأثر جدا مهم، وهذا الأثر تناولته بعض الأحاديث، وهذا الأثر هو التوفيق للطاعة. التوفيق نعمة عظيمة. في حديث عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا نعمة أجل من التوفيق. يعني أفضل نعمة وأجل نعمة وأكبر نعمة ينعم الله تعالى به على رجل، شنو هي؟ التوفيق. أكو بعض الأفراد موفقين، أكو بعض الأفراد مو موفقين. العلامة الحلي رجل موفق رحمة الله عليه، عالم ألف 1000 كتاب. يأتي هنالك عالم ولا يؤلف ولا كتابا واحدا، هذا عالم مو موفق من هذه الجهة. قد يكون موفق من جهات ثانية لكن من هذه الجهة مو موفق. العلامة الحلي ألف 1000 كتاب توفيق. يأتي عالم ولا يهتدي على يده رجل، ما يهدي الناس، هذا عالم مو موفق من هذه الجهة، ما إلى توفيق. قد يكون عنده توفيق من جهة ثانية لكن من هذه الجهة ما إلى توفيق. بينما العلامة الحلي تشيع إيران، التشيع العام، قام على يديه. يعني لولا العلامة الحلي، لولا فضل الله عبر العلامة الحلي، ربما احنا ما كنا من المهتدين، كنا في الضلال لعله. تشيع إيران يبتني على العلامة الحلي، هذا توفيق. التوفيق للطاعة، التوفيق للأمر بالمعروف، التوفيق للنهي عن المنكر، التوفيق لقضاء الحوائج، هذا توفيق. بعض الناس ما عندهم هذا التوفيق. من الأشياء اللي تسلب التوفيق من الإنسان، إنسان يعيش 80 عام أي أثر ما إله، هذا مو موفق. واحد يعيش ويخلف حسينية، هذا توفيق. واحد يعيش ويخلف مسجد، هذا توفيق. واحد يعيش ويخلف 1000 كتاب، هذا توفيق. واحد يعيش ويقضي 1000 حاجة، هذا توفيق. واحد يعيش بدون أي أثر، لم يخدم أحدا ولم يأمر بمعروف ولم ينهى عن المنكر ولم يوفق لهذه الطاعات، هذا سلب التوفيق. هذا خذلان إلهي مقابل التوفيق. الخذلان خذله الله. من الأشياء اللي تسبب سلب التوفيق عقوق الوالدين. الإنسان الذي يعق والديه هذا يسلب منه التوفيق، لا يوفق للطاعة. في هذا الحديث الشريف المروي عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه يقول الإمام: حرم الله عقوق الوالدين. عقوق الوالدين محرم،
لماذا محرم؟ لجهات. من جملة هذه الجهات لما فيه من الخروج من التوفيق لطاعة الله. الله لا يوفقه، لا يوفق للطاعات الواجبة، لا يوفق للطاعات المندوبة. بينما الذي يبر والديه يعتني بوالديه، الله يوفقه للطاعات، الله يوفقه للخير، يكون موفق، تكون حياته مباركة. هذا هو الأثر الخامس أو الأثر الرابع. الأثر الآخر تأخير الأجل. هذا هو أثر من آثار البر، أنه واحد يؤخر أجله. في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: رأيت بالمنام رجلا، طبعا منام النبي صلى الله عليه وآله مو كمنامنا، منامنا لا حجية فيه، ولكن منام الأنبياء حجة. رأيت بالمنام رجلا من أمتي قد أتاه ملك الموت لقبض روحه. أحيانا يجي أجل الإنسان، الأجل المحدد يأتي، فجاءه بره بوالديه فمنعه منه. هذا كان مقدر أن يعيش 30 عام، ولكن لأنه بر بوالديه يعيش 80 عام، يعيش 70 عام. الله سبحانه وتعالى يمد له في أجله. في حديث آخر عن أبي عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه: وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك. إذا واحد يحب أن يكون عمره طويلا، فسر أبويك، أفرح أبويك. كيف يمكن إفراح الأبوين؟ واحد يفرح أبويه بالزيارة، بالصلة، بالبر، بالطاعة، بعدم فعل ما يؤذيهما، بخدمتهما. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، مع أنه أصبح المرجع الأعلى في حياته، كان مقيد بهذا الشيء، ما يقول أنه أنا ما عندي وقت، أنا عندي شغل، أنا عندي ملايين المقلدين أو ألوف المقلدين، أنا عندي بحث، عندي كتابة. كل يوم كان يجي يقعد عند والدته العجوزة، يقعد وياها يسولف لها، ولا يخرج من عندها حتى يسرها. هذا كان دابة. وشوف الله تعالى أي توفيق أعطى للشيخ الأنصاري، رجل من قرية بعيدة، من دزكوت أو من ششتر، رجل مجهول الهوية، مجهول الماهية، يعني من الناحية الاجتماعية الظاهرية، شلون الله تعالى أعطاه الخير والبركة في حياته وبعد مماته؟ الآن ما أدري 140 عام، 150 عام، أكثر، أقل، توفي الشيخ. والآن محور كل الحوزات العلمية الشيخ الأنصاري. هذا مو توفيق؟ لا يصبح عندنا مجتهد عادة إلا إذا تتلمذ على كتب الشيخ. لازم عادة يقرأ كتاب المكاسب، يقرأ كتاب الرسائل للشيخ حتى يصير مجتهد. هذا 140 عام، 130 عام، 150 عام. شلون برك هذا الاعتناء،
هذا الالتفات. فمن جملة الأشياء من أحب وإن أحببت أن يزيد الله في عمرك فسر أبويك. هذا الأثر الخامس. الأثر السادس ونختم به الكلام، بسط الرزق. الله تعالى يبسط الرزق لمن يبر والديه، والذي لا يبر والديه يعق والديه. الحديث عن الإمام الهادي صلوات الله عليه يقول: العقوق يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة. القلة هذا أول، القلة في المال، ويؤدي إلى الذلة، يعني واحد يعيش ذليلا. أكو بعض الأفراد يتحولون والعياذ بالله إلى ذليل، إلى أذلاء. العقوق يعقب القلة ويؤدي إلى الذلة. هذا حديث عن الإمام الهادي صلوات الله عليه. وهنالك حديث آخر، هذا الحديث مروي عن النبي صلى الله عليه وآله، يقول النبي صلى الله عليه وآله: من سره أن يمد له في عمره ويبسط له في رزقه فليصل أبويه. صلة الأبوين تمد للإنسان في الأجل وتبسط له في الرزق. ينقل الشيخ النهاوندي رحمة الله عليه في كتاب له، يقول: رأى رجل في عالم الرؤيا مجموعة من الأموات وهم فرحين مستبشرين، وخلفهم، خلف هذه المجموعة، شيخ كبير طاعن في العمر، هكذا يبدو، وهو كئيب حزين وحده. فتقدم إليه في عالم الرؤيا وقال له: ليش هؤلاء الأموات فرحين وأنت حزين كئيب؟ فقال الميت: لأن هؤلاء ذووهم يفعلون لهم الخيرات، فرحين مستبشرين، وأنا ماكو واحد يفعل لي الخيرات، فأنا حزين وكئيب. قال له: ما عندك ذرية؟ ما عندك أولاد؟ قال: ليش؟ عندي ولد ولكن ما يسوي لي خيرات، ما يسوي لي مبرات. فسأله: من هذا الولد؟ قال: الولد هو فلان، وكل يوم يجي عنده حافة النهر يغسل الثياب. هذا شغله كان قديما، كانوا يأخذون الثياب من البيوت، يأخذوها يودوها عند النهر يغسلونها ثم يعيدونها إلى أصحابها. استيقظ من المنام، اجى إلى النهر، شاف رجل واقف جاء يغسل الثياب على حجر، فجاء إليه وسلم عليه وقال له: أنت فلان؟ قال: نعم. قال: أبوك فلان؟ قال: نعم. قال: ليش ما تسوي له خيرات؟ ليش ما تسوي له مبرات؟ مبرات خفيفة المؤونة، ولو واحد يقرأ لهم قل هو الله، هذا بمؤونة. أعمالكم تهدون ثوابها إليهم، هذا بمؤونة. هذا بعد مو بناء مسجد وبناء حسينية. قل هو الله واحد يقرأ لهم، سبحان الله واحد يقول ويهدي ثوابه للميت. كل الأعمال الخيرة المندوبة اللي واحد يسويها يهدي ثوابه لأمواته، هذا ما بمؤونة، وهو لا يحرم من ثوابها. الله هم يطيل الميت هم يطيل الحي، يعني الثواب مجاني بلا مؤونة،
بخل حقيقة واحد ليس، وواحد ينوي أن كل أعمالي المندوبة أهدي ثوابها لأمواتي. هذا خب ما في معونة. قال لي ليش ما تعمل له خيرات؟ ليش ما تعمل له مبرات؟ قال له ما عندي، معيشتي ضيقة، ما عندي شيء. قال له ولو شيء قليل، ولو شيء متواضع، ولو شيء محدود. قال لك كل شيء ما عندي، أي شيء ما عندي، أنا بالقوة أمشي حياتي. فألح عليه، فغضب الولد ووضع يده في النهر وأخذ غرفة من الماء ورماها، قال هذا هدية لروح والدي. تلف غرف من الماء أخذها ورماها، قال هذا هدية لوالدي. هذا مشاف ما يفيد ويا الحكي، ترك. في الليلة الثانية رآه في المنام، رأى الأب وهو فرح مبتهج. قال له لماذا أنت فرح؟ ليش أنت مبتهج؟ قال هاي الغرفات الثلاث اللي ألقاها ولدي وصلت إلي وأدخلت علي الفرح والسرور ونقلتني من تلك الحال إلى هذه الحال. قال له وما هي قيمة هذه الغرفات الثلاث؟ قال كانت هنالك سمكة صغيرة أو حشرة صغيرة كانت تموت. هذا عندما ألقى هذا الماء أحيا تلك الحشرة أو تلك السمكة بهذه الغرفات الثلاث، والله تعالى أكرمني على أثر ذلك، وإني أدعو الله تعالى له بخير الدنيا وخير الآخرة، يعني لابنه على أثر هذا العمل. يقول ما مضت إلا فترة وإذا بهذا الولد اللي كان يعيش تلك الحياة الضيقة أصبح من كبار الأثرياء. هذه ينقلها أنها وندي في كتابه راحة الروح. هذا خير الدنيا، وأما خير الآخرة فلا نعلم حدوده ولا يعلمه إلا الله. نختم حديثنا بهذه الرواية الأخيرة وننهي بها الموضوع. عن إبراهيم بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام إن أبي قد كبر جدا وضعف. إحنا في يوم من الأيام نصل إلى هاي المرحلة، هذا مو مال الآخرين، هذا مالنا أيضا. فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، إذا يريد يروح إلى قضاء حاجة إحنا نشيله نحمله، ما يقدر هو يروح. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، سوي هذا العمل إذا تقدر عليه، ولقمه بيدك، اللقم أيضا أخذها وضعها في فمه، فإنه جنة لك غدا. هذه جنة لك، هذه وقاية من عذاب الله، هذه وقاية من أهوال القبر والبرزخ والقيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.